روت دو لافريك. في روت دو لافريك لليوم باش نحكيو على البنية التحتية للنقل في إفريقيا، وبالتحديد باش نرجعو على تقرير يهم ترتيب المواني في القارة الإفريقية، المواني الأفضل أداء لسنة 2022. أي باش نجاوبكم على السؤال اللي قاعدين تتسألوا فيه، من إرادة سوين في الترتيب هذايا؟ التفاصيل كله باش نلقاوها مع سيريثا محجوب. والله هذا ديما سؤال ولا اكزيستونسيال هيجس كامل احنا نحكيو عليه. مي خلينا ساعه نشوفوا بهاليتيود هذه شنو هي، شكون عملها وعلاش، دونك الكونتكست والانديس هذا اسمه لانديس مونديال دو لا بيرفورمانس دي بور ا كونتينر سي بي بي اي 2022. ليتيود هذه طلبت البنك مونديال وستاندرد اند بورس جلوبال ماركت انتليجنس هما اللي خرجوا ليتيود هذيا. اللي انا حسب رايي قريت فيها معناها حاجات اللي استغربتهم. كان كانسان زرت العديد من المواني هذيا في افريقيا، اللي شفته في الكلاسمون هذايا الحق لفت انتباهي، وخاصه الكلاسمون تاع برج العزام. باش نعطيكم علاش. حسب الكلاسمون هذايا اول برج في من ناحيه البرفورمانس هو البرج نتاع طنجي، طنجي ماد، وهذايا ما فيش اختلاف. اللي هو الرابع عالميا ديجا. اللي هو الرابع عالميا دونك، وفعلا يعني معناها اللي عملوه المغاربه في طنجي ماد سي اكستراوردينير، على خاطر وراو ريالمون كيفاش ان بور ينجم يكون هو وراه توت ان ديفلوبمون دو توت اون ريجيون، فما باسكو وراه اون زون ايكونوميك سبيسيال، اي سا بيرمي داتيري لي كونستركتور تاع اوتوموبيل الكبار اللي هما جاو، خاطر فما بورد بيرفورمون اللي من غاديك من بعد المغرب باش تولي قادره باش تبيع السيارات في افريقيا الكل. بيتو دوني فما لاز لي كاف دونك ما فماش ديوان غادي كان نرجعوا على استراتيجي، خاطر سي با سبونتاني ولا غير مدروسه العمليه. لا استراتيجي ما سي با معناها سي معناها فكره وراي وسياسه ورؤيه. باهي يعني بعد ميناء بورسعيد اللي معقول معناها كتشوف انت عدد البواخر اللي تمر به، ولكن اون تونك تنبين الكونتينر زاد بورسعيد من كبار، على خاطر انت تعرف كي تعداو من الباساج نتاع قناة السويس من بعد فما برشا يعملوا ترونسبوردمون في بورسعيد، سا سي لوجيك. اسكي لوجيك زاد البورت تاع جيبوتي يجي ثالث، على خاطر هذا انفستيسمون جديد عملوه الاماراتيين وحبوا اتخافيغ البورت هذايا يكون ان بورت تري اتراكتيف خاصة السفن اللي جايه من المحيط الهندي ومتجهه للبحر الابيض المتوسط اي فيس فيرسا. بعد عندنا كازابلانكا، دونك عندك المغاربه الخمسه الاولانيين فيهم دو بور هذا يفسر لك معناها المغاربه اش قاعدين قداش بالنسبه لهم هما لوجيستيك اللي امبورتونت. 5 سور لي 5 ميور بور في حسب بيرفورمانس نتاع زوز منهم مغاربه، زوز مغاربه. هذوما دي كونكلوزيون حطوهم عندكم. نرجع واحد اخر 16 جي مصري نتاع الدخله، دخيله مش دخله، دخله هذاك نتاع المغرب بور تاع دخيله في مصري. ومن بعد عندك ميناء دميات في مصر، دميات يعني السادس والسابع والثاني مسارية. شوف معناها التوب الهيد باراد نتاع اللي راحت في افريقيا نتاع الاول والخامس مغاربه، وهما مغاربه يعني شوف يعني يقصدوا نحن وين مازلنا باش نهبطوا برشا. مازلنا باش نهبطوا، مازلنا باش نهبطوا مش برشا ما باش نهبطوا. من بعد عندك كوناكري الثامن، التاسع بورتونوم دو داكار اللي هو بورت حلو ياسر، فما زومبيسيون كبيره توا السنغال بالنسبه اون تونك اوبيراتور انترناسيونال، وخاصه توا باك لي غاز لي جيزمون غاز اللي لقاوهم اللي باش يدخلوا ابارتير من عام الجاي اون برودكسيون. هذا باش يخلي معناها حركه كبيره باش تصير في ونهضه كبيره اقتصاديه. اي ومن بعد عندك بور دو تيما في غانا اللي هو برج صغير مشهور باش بالكونتربانك نتاع السيارات المسروقه اللي جايه من اوروب وجايه من بون؟ اي بور دو تيما فما فيلم تنجم تهبط غاديكا، فموجود حتى في نتفليكس. كيفاش نذكر مره زاد حتى في برنامج في فرنسا في اونفاي سبيسيال عملوا عليه توت ان بروغرام، انا زرت المينا هذايا. بور دو تيما، بور دو تيما في 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 غانا بحث اكرا. اكثر الاشياء اللي فيه مش ما يجيش بدي كونتينر سيارات، هذاك علاش نسيو ام تي بو ايتوني كيفاش موجود في الترتيب، موجود في الترتيب الاولاني وموجود قبل تونس داير موجود قبل تونس اللي هو بورت رادس، البورت رادس اللي هو رسميا من فم المدير العام نتاع ستام اكتويل. التو نتاع قداش من حاويه في الساعه بورت رادس يعملها؟ اثنين حاويات في الساعه. ومن بعد فما قصه طويله صارت في الديسكسيون
لا هو ما لازمش تحسبوا اثنين على خاطر فما احنا نعملوا 20 في الساعة بالنسبة لرورو يدخلوا يخرجوا في السفن الدحرجة. اي رورو يسمى رولون في الكمين والكراب اللي يطلعوا في الكراب في السفن اللي يعملوا تونس مارسيليا يعملوا ايطاليا زاد كيف كيف. برت الحد بهزوز كونتينرات في الحد حسب الكلاسمون تاع البنك العالمي يخرج نمبر 12 بوان انتيغوغاسيون ماذا بيا انا جو بيان كواخ لكن ها نمشي ديريكتومون للاخر هوني ها ولا كونت انتيغوغاسيون اللي عندي انا ندير 44 و45 و46 ثلاثه مواني في جنوب افريقيا اللي انا نعرف مليح فيهم هذه بور دو كاب وبور دو دربن زوز دربن معناها فسرتك المره اللي فاتت تلمو ما يحبوش يضيعوا وقت البيلوت اللي يدخل بابول ويخرجوا يمشي بهليكوبتر داكو. مش بيخرج بيلوتين بليكوبتير تمشي يهبط البيلوت في الطياره ويعمل اوبيراسيون تاعو باش يدخل بابور للميناء ويخرج. وشنو يفسر اللي هما في اسفل الترتيب؟ مانيش فاهم انا احنا اوني لا بوغ دير شو اللي موجود كومونتي بارابور اللي قاعدين نشوفوا فيه. انا بالنسبه لي انا نقطه استفهام على التقرير هذا اللي خارج من عند مؤسسه هامه كيما البنك العالمي البنك مونديال ومؤسسه زادت تري سيريوز في العاده اس ان بي جلوبال ماركت انتليجنس ما نعرفش شنو هي القصه شنو لي زيليمون بوتيتر اون دوفري دوموندي احنا بينا لاكسي للانفورماسيون هذيا سيرتو المعايير اللي تم هذا بيها ولا ليتود اون دوموندي ليتود كان نجموا ندير من عند البنك مونديال وبتيتر موجوده الانفورماسيون على السيت ويب نتاعهم نجموا نتبعوها بالتفاصيل ونشوفوا اكثر معلومات بالضبط. نحن من الكلاسمون من المواني باش نمشيو للجزائر المره هذيا وباش نمشيو مع مبادره انا نجم نقول عليها كان مبادره ذكيه نحكيو على مبادره ستادي ان الجيريا هذيا ضمن المجهودات اللي تقوم بها الحكومه الجزائريه لجذب اهتمام الطلبه الدوليين في مختلف الاختصاص باش يكونوا حاضرين على مقاعد الدراسه في الجامعات العموميه الجزائريه. هذا اللي باش نحكيو فيه تو دو سويت في فرصه افريقيا.